عندما يتحدث رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو رئيس السلطة التنفيذية عن محافظة ما في مكان ما في جمهورية ما ودولة ما ويؤكد أن هذا المكان لا توجد به أزمة في مياه الشرب لأن فخامته قد قام بإنشاء محطات لتحلية المياه ومحطات للمياه وبالتالي انتهت أزمة مياه الشرب. يعدي شهر واثنين وثلاثة وتقريبا تسع شهور أو عشر شهور وتدخل على مرسى مطروح تلاقي المية قطعت وتلاقي ان هم منزلين جدول ضخ المية. طب وفخامته قال ايه في اغسطس؟ لا ملناش دعوة بيه. فخامته كان بيكذب ولا انتوا نصابين ولا المحطات اتضربت مثلا كانت جنب الضبعة فجالها تسرب اشعاع نووي فالمية ما بقتش صالحة؟ ايه اللي حصل يا جماعة؟ هل المحطات دي كانت فنكوش؟ هل المحطات دي باظت؟ هل المحطات دي مش شغالة؟ هل المشروع كله بتاع تحلية المية طلع غلط؟ هل احنا عندنا فقر مياه فعلا؟ حد يفهمنا. القصة كده غريبة، القصة كده مش منطقية. في محطات، في مليارات اتصرفت 3 مليار، في مية لا. ايه اللي حصل؟ انه نظام سيء الذكر بيضغط على اهالي مطروح وراس الحكمة عشان يمشوا ويسيبوا بيوتهم اللي عايز ياخدها عشان يديها لمستثمرين اماراتيين، لانه مش منطقي المية تقطع هناك، لانه سيء الذكر نفسه قال في اغسطس اللي فات انه مفيش مشكلة، واليوم السابع قالت ان مطروح اكتفت ذاتيا، وبعدين عرفنا ان في محطات تحلية اتصرف عليها حوالي 3 مليار، وبالتالي انتوا يا جماعة جايين تهزروا. لو طلع سيء الذكر يقول لك تاني ان احنا عندنا مشكلة في المية، اقول له انت راجل كذاب، لانك صارف قرب 3 مليار وانت بنفسك قلت لنا انه مفيش مشكلة مية في مطروح.